وانا ارقي احدى الاخوات عندها سحر. في الحصه الاولى ما ظهر شيء، اعراض خفيفه مس، ولكن في الحصه الثانيه كانت جلست امامي تقول لي بدات تاثر بسحر الدم. لا يا ربي، قبل ان تدخل في الطريق رجعت الدم، وهي تنتظر رجعت الدم. فملي دخلت اعطيتها الاستفراغ كذلك رجعت الدم، فاكدت على الرقيه على خادم سحر الدم، بمعنى ان الجن موجود في الجسد، واكدنا في الرقيه قويه في الحصه الاولى كان لزاما ان يبان اعراض. كتسمعوا؟ كتسمعوا؟ طيب يعني لزاما خاص يبان على الاقل اعراض. لكن في الحصه الثانيه لما عطيتها الاستفراغ وحسيت بالاستفراغ الصفرات الدمويه جايه في الانتظار، بان ان هناك عله خفيه. احيانا اسال المرضى ينتظروا ان يصرعوا، ولكن قد يحوم بهم الذي معهم حولهم وليس في البدن، ويكون هنا المشكل. يبقى كينتظر العلاج لمده طويله ان يصرع، ولكن هذا الذي يحوم حوله عنده قوه، مثلا ياتي معه الى الرقيه الشرعيه ويستطيع ان يوسوس ان يبقى بعيد. لكن اذا صفر فضله عز وجل الراقي يتكلم في الموضوع الذي له علاقه بمن يعني يحوم حوله يتاثر. مثلا العاشق، ليس كل عاشق في البدن، هناك عاشق فقط ياتي للنظر، يعشق بالنظرات وقد يعتدي خفيه خلسه في النوم، ياخذ بغيته ثم يخرج، عكس الذي يبقى في الجسد، لان هناك انواع من الجن، مفهوم؟ انواع من الجن. المهم هذه فاتتك مع زوجها، فاذا بي اقرا عليها، فاذا بها تستفرغ دما اثناء الرقيه، وتقول لي وهي مسجله عندي، تقول لي انا الان اراها. شنو كتشوفي؟ ارى امراه سوداء وهي تبكي دما. طيب بدات في الموعظه على اساس انها موجوده تسمعنا. تقول لي الان هي كتبكي بكاء كبير، وكلما يزداد، خليني نكمل لك، كل ما يبدا الدمع يخرج منها بغزاره، كل ما هي كترجع الدم بكثره.